من هنا. لا لا لا، من هنا. السلام عليكم يا سيد مجدي، في طريقك إلى المكتب كالعادة. وعليكم السلام يا سيد مسعود. نعم، أنا في طريقي إلى المكتب. وأنت؟ أنا سأذهب إلى السوق اليوم لأشتري بعض الكتب، وقد أذهب إلى المتحف أيضاً. يا المتحف، لم أذهب هناك منذ فترة طويلة. حسناً، إلى اللقاء إن شاء الله. مع السلامة. كيف حالك يا مدام كولين؟ ما كل هذه الهدايا؟ بخير الحمد لله. اليوم عيد ميلادي بنتي. كل عام وهي بخير. أظن أن السوق في شارع البستان، ولكن أين شارع البستان؟ ربما أجد شارع البستان إذا ذهبت إلى آخر الشارع. حسناً، أين أنا الآن؟ لا أعرف. حسناً، سأذهب من هنا. يمين أم يسار؟ يمين. نعم، يمين. مرحباً، كيف أصل إلى البنك ماشياً من فضلك؟ أنا أدلك على الطريق. اذهب إلى آخر الشارع، ثم اتجه إلى اليمين عند الناصية، وستجد البنك عند إشارة المرور. شكراً جزيلاً. مع السلامة. أهلا، هل من الممكن أن تساعدني من فضلك؟ كيف أصل إلى مكتب البريد بالسيارة؟ أنا سأدلك على الطريق. اذهبي إلى آخر الشارع، ثم اتجهي إلى اليسار واعبري الجسر الذي بجانب محطة القطار. بعد ذلك، قود السيارة على طول، وستجدين مكتب البريد على ناصية شارع البستان. شكراً. لا شكر على واجب. أين محطة القطار؟ ربما أجدها بعد قليل. لا أظن أن السوق من هنا. أين السوق إذن؟ من فضلكما، هل تعرفان طريق السوق أو المتحف؟ المتحف عند آخر الشارع.
المتحف. الحمد لله، وصلت أخيرا. أهلا، كيف أصل إلى مكتب السياحة بالسيارة من فضلك؟ أنا أدلك على الطريق. من هنا. لا لا، لا من هنا.